وبرضه لو خرقنا من تحت كده ما يقربوش برضه، ما يقربوش من تحت. يبقى اذا جو المكان يعطى حكمه. فان كنا عايزين نوسع المطاف يبقى نكفي اننا نعمل اعمده ونشيل عليها الحجر فوق بس، ده هيمنع الناس من انهم يشوفوا المقام. فكان الحل اللي وقع عليه الموقع هو ده اللي الحل. حين يجب ايضا ان ننبه الى شيء اخر. هذا الشيء الاخر هو ان الحق سبحانه وتعالى حينما ابقى بعض الاشياء وجعلها نسكا اراد ان يجعل الناس على ذكر من اصول مناسكه. فمثلا السعي بين الصفا والمروه عرفناه ان هو سعي هاجر عشان طلب ايه؟ طلب الميه لابنه. سبعة اشواط وما لقتش ومش عارف ايه، وبعدين راحت لقت ابنها ضرب بايده برجله كده. فزمزم بتمثل شيء في العقيده بصرف النظر عن كونها شفاء سقم وطعام طعم، بتمثل رمزيه السعي، بيمثل رمزيه الاسباب. وزمزم بتمثل رمزيه الاتكال على المسبب من حيث لا نحتسب. يبقى لازم الانسان في امام ظروف الحياه على حالين، حال يسير فيه مع الاسباب فيجد ويجتهد، كما جدت هاجر في انها ذهبت الى الصفا والمروه وقعدت تتكرر، ولكن هذا ما جابش لها ميه وجالها الماء من حيث لا تحتسب عند رجلين ابنها الصغير الضعيف. يبقى اذن المؤمن بين امرين، بين اسباب تشغل جوارحه وتوكل على الله يشغل قلبه. يبقى لازم الاثنين. وعشان نؤكد هذا المعنى مش نقول دي زمزم اللي كذا اللي كذا اللي ربنا جابها من حيث لا تحتسب هاجر ومش عارف ايه، لا، ونشرب منها ونشرب منها وربنا يجعل فيها ايه، يجعل فيها الفايدة طعام وطعام. لدرجة ان المحدثين في السيرة حدثونا ان ابا ذر حينما جاء من بلاده بعد ان سمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل ضيفا على احد في مكة، وظل ضيفا في الايه، في المسجد. الملحظ الناس يقول لك طب وليه مع ان كل واحد بيجي من الباديه له واحد من الحضر؟ يعني ايه كل واحد يجي من الباديه لما ينزل الحضر يبقى له حلي ينزل عنده، زي ما كل واحد من الحضر يروح البدو يبقى له برضه ايه، حلي. واحد يجي من البدو يلاقي في الحضر واحد مستنيه يروح ينزل عنده وياكل عنده ويعيش عنده، واحد من الحضر يروح هناك. ولذلك كان ابن حرام هو البدوي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ينزل الصحراء ولا بتاع يروح على مين؟ على سيدنا زاهر ابن ايه؟ زاهر ابن حرام. وكان بيحبه أوله ويا دعابات كثيرة إلى لدرجة أنه جاء رآه مرة في السوق لسه ما راح، ما هو جاء من البادية ولسه لم يذهب إلى رسول الله، فرآه صلى الله عليه وسلم في السوق فداعبه صلى الله عليه وسلم دعابة تبين لنا منزلته عند هذا. كان هو لونه أسمر شوية، فجاء رسول الله من خلف كما نصنع نحن مع أحبابنا، وجاب إيديه كده وغمى بهم إيه، عينيه كده عشان يعني يقول له أمين. وقال الله ساعته وهو يصنع هذا: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ أم زاهر بن حرام عرف صوت رسول الله، قال له إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله ما حدش يشتريني لأنني بل لا فيا إيه ولا فيا. قال له ولكنك عند الله ربيح. فالشاهد كان كل واحد يجي. فسيدنا أبو ذر الغفاري لما جه عند ليه؟ إحنا قعدنا نبحث في العلة، مدام له مثلا مكان بينزل فيه عند أهل مكة.